كيف يمكن يعني أن يخرج هذا الموحد العظيم والموحد الأعظم، هذا الموحد اللي هو الذي هو أقدس الموجودات، كيف يمكن أن يخرج من أم مشركة أو من أب مشرك؟ فللأسف هناك أمويات مدسوسة في صحاح البخاري ومسلم في تراثنا. طبعا نحن الشيعة لا أقولها واقعا، لا أقولها تعصبا ولا أقولها شماتة، نحن الشيعة رفضنا كل هذا التراث وضربنا به عرض الحائط، لأنه هذا التراث فيه دس، فيه كذب، كذب أموي. بنو أمية كان لهم مراكز للتزوير والدس والكذب على النبي صلى الله عليه وآله، والكذب حتى على أمهات المؤمنين. نعم. وأنا أعتقد حتى الكثير من الروايات التي تطعن في أم المؤمنين عائشة هي روايات أموية، أرادوا الطعن بالنبي من خلال تزوير هذه الروايات على لسان أم المؤمنين عائشة. لهذا السبب نحن نعتقد أنهم كانوا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسهم الجاهلية بأنجاسها. نعم. ونحن نعتقد بأن أم النبي كانت موحدة، وعلى هذا الأساس يعني هي لا تحتاج إلى شفاعة النبي. من كانت آمنة؟ كانت موحدة، ليست فقط موحدة، آمنة كانت قديسة، عبد الله كان قديسا، هاشم كان قديسا.